حي الرمالي ومخيم جباليا وبيت لاهيا ومخيم الانصيرات وخان يونس، والقائمة طويلة. أحياء وأماكن شهيرة بغزة كانت يوما تؤوي الآلاف من الغزيين، واليوم أصبحت مقبرة كبيرة. فالقصف الإسرائيلي المتواصل دمر ولا يزال يدمر أحياء سكنية ومباني وطرقات في جل القطاع. وبعدما كانت إسرائيل تستهدف شمال غزة، أصبحت اليوم تستهدف جنوبها الذي نزح إليه مئات آلاف الغزيين. القصف الإسرائيلي دمر حوالي 100,000 مبنى في غزة حسب وسائل إعلام فلسطينية، وهذه مشاهد تظهر حجم الدمار الهائل. وإلى جانب الدمار، قتلت إسرائيل نحو 16,000 فلسطيني. الغزيون حاولوا التوجه لأماكن آمنة لعلهم ينجون بحياتهم من القصف، لكنهم وجدوا ألا مكان آمنا بغزة، حتى أن بعضهم فضل أن يعيش تحت أنقاض منزله، وآخرون توجهوا للمدارس ومخيمات النزوح. وبين دمار وقتل وتهجير، تعالت مطالب الغزيين وصرخاتهم في إنهاء هذه الحرب ووقف القصف الذي دمرهم ودمر آمالهم وأحلامهم.